السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار العاجلة. أفخاخ الدولار تقترب من النهاية. مقتل ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية بمدينة بسماية. السودان يستقبل عوائل شهداء جريمة المطار. البارتي يحسم مصير المناصب المحلية ويطلب احترام الهوية. القبض على 3 تجار مخدرات في بغداد والمثنى والنجف. مقتل وإصابة 5 أشخاص بنزاع عشائري طاحن شمال البصرة. بدأ أطول إضراب لأطباء إنجلترا في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية. غزة، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 10 مجازر خلال 24 ساعة الماضية. آخرهم العاروري، أبرز الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل خلال 50 عاما. إليكم تفاصيل الأخبار. كشفت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 عن المتورطين بتذبذب السوق الموازي في العراق، فيما أشارت إلى أن أفخاخ الدولار تقترب من نهايتها. وقال عضو اللجنة النائب ياسر الحسيني: إننا نتابع عن كثب ملف تذبذب السوق الموازي في العراق، خاصة بعد الانتقال إلى المنصة الإلكترونية التي أعدها البنك المركزي لتنظيم سيولة الدولار ومنع التهريب. لكن هناك من تعرضت مصالحه للضرب مع أي تنظيم لأنه يفقد قدرته على التهريب والتلاعب، ما يدفعه إلى محاولة إرباك الأسواق بشتى الوسائل. وأضاف أن رغم التذبذب بالأسعار إلا أن قادم الأيام سيحمل طمأنينة أكبر للتجار وكل المتعاملين في سوق المال من ناحية استقرار سعر الصرف بمستويات جيدة، خاصة مع إجراءات الرقابة للبنك المركزي والتي نأمل أن تزداد في محاور. أفاد مصدر أمني في بغداد يوم الأربعاء بمقتل ضابط كبير في وزارة الداخلية بظروف غامضة داخل مسكنه والشبهات تحول حول الزوجة. وقال المصدر لوكالة الشفق نيوز إن بلاغا ورد بحصول جريمة قتل في مجمع بسماية السكني جنوب شرق بغداد، وعند الوصول إلى شقة المجني عليه تبين أنه أصيب برصاصة في رأسه، وبين أن الضحية ضابطا برتبة عميد في الشرطة الاتحادية، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والتحفظ على زوجة المجني عليه وأولاده في مركز شرطة بسماية. وأشار المصدر إلى أن معلومات أولية واردة غير مؤكدة تفيد بأن الجاني هي الزوجة، لكن القضية ما زالت قيد التحقيق. استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 عوائل شهداء جريمة المطار في ذكرى استشهاد قادة النصر. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني استقبل عوائل الشهداء الذين سقطوا في جريمة المطار 2020، وذلك في الذكرى الرابعة لاستشهادهم. واستذكر السوداني بحسب البيان التضحية المعطاء للشهداء قادة النصر ورفاقهم، مؤكدا إنهم بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل أمن العراق واستقراره. وعبر رئيس الوزراء عن ثقته بأن عطاء الشهداء هو الذي جعل العراقيين اليوم ينعمون بحياة كريمة وآمنة، وإن الوفاء لهم ولذكراهم الخالدة بات يمتد عبر ربوع العراق بمختلف أطياف شعبه، مشير إلى أن عوائل الشهداء قادة النصر ورفاقهم تحمل اليوم شرفا وكرامة من بهم الله جل وعلا عليهم وتقديرا وعرفانا عند جميع العراقيين. قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 إن الكرد ما زالوا مؤثرين في نينوى، وإن المحافظة تشكل أهمية كبيرة لهم ضمن المجالس المحلية. وبيّن شعبان في حديث إن الكرد سيحصلون على منصب رئيس مجلس المحافظة أو نائب المحافظ كحد أدنى وفقا لما حصلوا عليه من مقاعد في مجلس محافظة نينوى. وأضاف أن نينوى ما تزال تشكل أهمية كبيرة للحزب الديمقراطي، وما زلنا نفاوض من منطلق القوة، خاصة وأنه لا توجد كتلة سياسية حققت الأغلبية التي تتيح لها تشكيل الحكومة المحلية بمفردها، وبالتالي الجميع سيحتاجنا لتحقيق الأغلبية. وأشار شعبان إلى أنه في محافظة صلاح الدين وديالة
يجب احترام الهوية الكردية في المناطق التي يسكنها الكرد ويكون مسؤوليها الإداريين من المكون الكردي، كما يجب إعطاء المكون المناسب الذي تتناسب مع حجمه. أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 إلقاء القبض على 3 من تجار المخدرات في 3 محافظات. وذكرت المديرية في بيان إنه من خلال التدقيق وجمع المعلومات عن عصابة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، نفذت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع شؤون المخدرات واجبات منفصلة في محافظات بغداد والمثنى والنجف الأشرف. وأوضحت أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 3 من تجار ومروجي المواد المخدرة وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاطي صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة 28 مخدرات. ولفتت إلى أنه دونت أقوالهم بدائيا وقضائيا وإحالتهم إلى الجهات المعنية. أفاد مصدر أمني اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 بمقتل وإصابة 5 أشخاص بنزاع عشائري طاحن في محافظة البصرة. وقال المصدر إن نزاع عشائريا طاحنا في قضاء الهارثة شمال محافظة البصرة تسبب بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح بليغة. وأضاف إن الجهات الأمنية طوقت المنطقة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. نظم الأطباء في مستشفيات إنجلترا اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 أطول إضراب متواصل لهم منذ 7 عقود من تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية. وبدأ الأطباء المبتدئون أي أقل من المستوى الاستشاري إضراباً مدته 6 أيام في تصعيد كبير لخلافهم القائم منذ مدة طويلة مع الحكومة البريطانية بشأن الأجور. ويأتي التحرك في فترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالاً بالنسبة للهيئة الممولة من الدولة، إذ تواجه ضغطاً متزايداً جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء، كما يأتي مباشرة بعد إضراب للأطباء استمر 3 أيام قبل عيد الميلاد. وأكدت الهيئة أن الإضراب الأخير الذي يمكن أن يشارك فيه ما يصل إلى نصف العاملين في قطاع الصحة سيؤثر بشكل كبير على الرعاية الصحية الروتينية بأكملها تقريباً. وقال مدير الهيئة للصحة الوطنية ستيفن بويس: قد يكون يناير الحالي من بدايات العام الأكثر صعوبة التي تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2024 بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 128 شهيداً و26 مصاباً خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 128 شهيداً و26 مصاباً خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصلت إلى 22,313 شهيداً و57,296 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. سجل اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري أمس 3 كانون الثاني 2024 في الضاحية الجنوبية لبيروت التنفيذ الأبرز لتهديدات إسرائيل باستهداف قيادات الحركة الكبار داخل وخارج الأراضي الفلسطينية. ومنذ هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي لم تتوقف إسرائيل على تهديد بمطاردة قادة الحركة أينما كانوا، وهو ما لم يستبعد خبراء حينها حدوثه لامتلاكها وحدة اغتيالات نفذ سلسلة من أكبر العمليات خلال 50 عاماً. وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية في لبنان بأن غارة معادية بصاروخين استهدفت مكتب حماس حيث كان يعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية أدت إلى مقتل العاروري و3 آخرين وأصابة 11 شخصاً. وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع يوآف غالان يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني الماضي
إنه طلب من جهاز الاستخبارات العمل ضد قادة حماس في أي مكان يوجدون فيه حول العالم.